صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده رح نبتديها معكم، فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا لليوم. لكن مع بدايه كل رحله صباحيه نتمنى هالنهار يحمل الخير وراحه البال والبركه والرزق والانفراج يا رب والرضا لكل الناس. عن جديد رحله صباحيه جديده ومن لك يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك عن جديد نور. صباح الخير لكن مين انضم لنا بصباحنا غير مشوار جديد. اليوم يوم الخميس نهاية الأسبوع، أكيد بهذا اليوم نتمنى هيك بكرة يكون جمعة مباركة على الكل. اليوم معنا مواضيع متعددة بين الصحة والتغذية وأيضا التنمية البشرية وغيرها من التفاصيل اللي رح تكون مع ضيوفنا الاختصاصيين. خلونا نشوف شو مواضيعنا، ولكن بعد ما نصبح عليكم بغنية. المجد ربية سوريا، عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا، قلعة أبطال ونخوة، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا. يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا. مزارع عزنود الفلاحين، عشبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين، مرسومة بالمزارع عزنود الفلاحين، عجبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين. أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا، أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا. يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا. المجد ربية سوريا، عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا، قلعة أبطال ونخوة. المجد ربية سوريا، عروس العرب الحلوة، والمجد بيعرف سوريا، قلعة أبطال ونخوة. أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا، أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا. يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا. يمكن سلمى يعتبر الكمون من أهم التوابل بأطباقنا الشرقية، وفي له كتير يمكن من الفوائد، ونحن كمان بنحب نشربه مع الليمون. أكيد نور، ويمكن كتير ناس بتعتبره هو مشروب الشتوي مفضل، يعني صحيح. بالبردات كمون وليمون. أنا شو بشرب؟ أنت بتحبي النسكافيه. نسكافيه 3-1 بالذات. اثنين وزنجبيل المساء. هذا المشروب المفضل هيك وقت الاستمتاع يعني. خلينا نتابع معك ومع المشاهدين أهم فوائد الكمون بالتقرير التالي. فوائد الكمون المغلي: يعالج ألم البطن الناتج عن تناول الوجبات الغذائية الدسمة، يعجل عملية التئام الجروح والتقرحات، يعزز أداء الجهاز المناعي، يخلص الجسم من السموم، يعالج الحموضة لاعتباره من المواد القلوية التي تعادل الحموضة الزائدة، يكافح الميكروبات والبكتيريا المسببة للأمراض، يحسن وظائف البنكرياس، يعالج فقر الدم لاحتوائه على الحديد، يخفف أعراض التهاب المفاصل، وأخيراً يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال، ويخلص الأنف من الاحتقان والنزيف، ويعزز إدرار الحليب خلال الرضاعة الطبيعية، ويزيد معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي يزيد من حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة ويخفف الوزن. أما هلأ نور رح نروح سوا مع مشاهدينا لحتى نقلب برزنامة التاريخ ونتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل هاليوم بحكايتنا.
يوم تتولد أحداث جديدة وتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. واليوم 1 كانون الأول، خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت. مثل هاليوم من عام 1889 صدور العدد الأول من جريدة المؤيد والتي أسسها مصطفى كامل، وفي عام 1981 الإعلان الرسمي عن اكتشاف فيروس الإيدز، وفي عام 2013 الصين تطلق أول عربة فضائية تهدف لاستكشاف القمر. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان إلى بصمة مميزة. بعام 1863 ولادة قاسم أمين كاتب مصري، وأيضا شهد هاليوم وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1865 وفاة أبراهام إيمانويل فروليش كاتب سويسري. أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية. رح نروح لمحطتنا التالية، رح نحكي فيها عن سرطان البروستات الأكثر تشخيصا وهو السبب الثاني للوفيات عند الرجال في معظم أنحاء العالم، ودائما بنسلط الضوء على الأمراض يمكن السرطانية. قديش يمكن في انتشار كتير كبير إلى بالآونة الأخيرة بالعشر سنوات رغم تطور الطب بشكل كتير كبير. سلمى، أكيد نور، ومع زيادة عدد الإصابات بالعالم، ويمكن كمان سرطان البروستات يعتبر ثاني نوع من أنواع السرطانات اللي ممكن تصيب الرجال الأكثر شيوعاً بالعالم كله، وبنسمع كتير أنه التغذية هي علم بحد ذاته، ممكن يكون وقاية بكتير من الحالات، وممكن يكون جزء من العلاج أيضاً بحالات أخرى. رح نتعرف على شو الشيء الغذائي المناسب لمرضى طبعاً سرطان البروستات، وكل هالتفاصيل مع أسئلة كتير رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو دكتورة نور مانسترلي، اختصاصية علاجية بالغذاء. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح النور سلمى. بونجور نور. يسعد صباحك نور الجميلة. دائما نحن مع كل الأخصائيين والدكاترة لما نقول أنه نحن اختلفنا، يعني العصر اختلف والحياة اختلفت، ما كنا نسمع بكمية هاي الأمراض والانتشار كتير كبير عن أيام زمان. دائما بيقولوا لك لايف الحياة اختلف والنظام الغذائي اختلف. خلينا نحكي عن النظام الغذائي قديش بيلعب دور اليوم بهي الأمراض. هلا اول شيء كنا نحن عم نقول انه سرطان البروستات بيحتل المرتبه الثانيه عالميا بالوفيات عند الرجال. صحيح. هلا نحن شهر نوفمبر شهر 11 هو معروف هو شهر للوقايه ضد سرطان الثدي، وكثير مهمل بهذا يعني الصراحه الرجل مهمل بهذا الشيء انه نحن بنركز على سرطان الثدي وبنهمل سرطان البروستات، وهو لا يقل اهميه ابدا عن سرطان الثدي وحتى طريقه انتشاره بالاونه الاخيره. هلا بالنسبه البروستات، شو هو البروستات؟ أول شيء في كتير عالم ما بتعرف شو هو البروستات. البروستات هو الغد، هي غدة تناسلية موجودة عند الذكور اللي بتفرز السائل المنوي. هلا كيف ممكن إنها تصير عنا مشاكل؟ ممكن أول مرحلة تصير عنا التهابات بالبروستات، الحالة الالتهابية المتفاقمة ممكن تتطور ويصير عنا ورم أو يصير عنا مشاكل أو سرطانات. هلا نحن ما فينا نقول إنه نحن بالغذاء بنقتل السرطان، ما فينا نحن نقول علاج السرطان بالغذاء، وانما الاشخاص يلي عندهم العامل الجيني يعني بالتاريخ العائلي عندهم وراثه او حدا بالعائله صار عنده سرطان بروستات، فهو ممكن يكون معرض انه يصير معه هذا الشيء، ان كان خال او عم او الست او جد. هلا المهم في حدا بالعائله صار معه سرطان اي نوع، معناتها نحن ممكن يكون عندنا معرضين انه ننصب، معناتها العامل الجيني هو بيحتل المرتبة الأولى بالموضوع. لما بنعرف إنه في حدا بالعائلة عنده كانسر فنحن فورا بنصير بدنا نحاول نرفع مناعتنا قدر الإمكان. كيف نرفع مناعتنا؟ بعدة أشياء. كيف لما نحن بفصل الشتاء فورا بنروح بنركض ناكل برتقان وليمون وأي شيء فيها فيتامين سي بيرفع المناعة؟ ذات الشيء بالسرطانات. هلا السرطان هو نقص او يعني عندنا نقص، بيكون نقص مناعه شديد، بترتفع الكريات البيض درجه كثير 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 كبيره. صحيح. لدرجه انه ما عاد حتى تقدر يعني ضعف الجسم، يعني حاله التهابيه جدا متفاقمه. نحن هون بهالحاله بدنا نقلل من هالحاله الالتهابيه. هلا عندي خلطه سحريه، يلا. هالخلطه كثير 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 مهمه، هي من مواد تحتوي على فيتامين اي. فيتامين اي اللي هو موجود او ماده الكاروتين اللي موجوده بالجزر او اي شيء لونه اورنج، عندنا الجزر عندنا البرتقان.
هلا لما نحن بنخلط نوعين من فيتامين اي سوا بترتفع مناعتنا، يعني نحن بدنا نخلط الجزر مع البرتقال، ممكن نحن نضيف له جذور الكركم. جذور الكركم طبعا الباودر هو ما فيه هالفوائد القيمه مثل لما بيكون فريش. الجذور الكركم بتكون مثل شكل الزنجبيل الاخضر، وانما من جوا بيجي لونه اورانج. الكركم من اكثر المواد اللي بيرفع مناعه الجسم، لما نحن بنخلطهم كلهم مع بعض. ما ننسى انه نضيف رشه فلفل، الفلفل بيعزز من امتصاص الكركم بالجسم فبترتفع المناعه بشكل افضل. نحن هذا العصير اذا نحن كل يوم الاشخاص اللي بيعانوا مشاكل كانسر بالعيله اذا بنشرب هذا المشروب كل يوم فهو حيرفع لنا مناعتنا، اول شيء ضد الانفلونزا والامراض، ثاني شيء عم نرفع مناعتنا لبعدين، لانه نحن بنعرف كل ما كبرنا بالعمر كل ما قلت مناعتنا وكل ما صار جسمنا ضعيف، فلما بنقويه بهيك مواد غذائيه قد لا يصلح العطار ما افسده الدهر، هذا شيء اكيد وامر واقع، بس وانما نحن عم نعطي حمايه لجسمنا انه تجي الاعراض اقل. وهذا اللي انا بدي اسالك عنه دكتوره، اليوم كثير من الدراسات والابحاث رجعت انه بنعرف اغلب انواع الادويه هي ماخوذه من امور طبيعيه وان كانت معالجه صناعيا او كيميائيا. خلينا نحكي عن المصادر الغذائيه، مثل حضرتك قلتي هلا فيتامين اي هو من المصادر الغذائيه اللي جدا ضروريه لمكافحه الخلايا السرطانيه، ايضا شو هي المصادر الغذائيه الموجوده اللي هي كمان بتكافح. اليوم في ناس مثلا تكون عم تتعالج بيوصفوا لها نظام غذائي معين بيقولوا لها هذا النظام بيقوي مناعه الجسم مع الجلسات اللي عم تاخذوها سواء كيماوي او اشعه. هلا اهم شغله لازم نبتعد عن اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء بهيك وضع نحن الناس بتفكر انه بتاكل لحمه عم تتغذى، يعني هلا فينا ناخذ نستبدل اللحم الاحمر بلحم ابيض اللي هو كاسماك تونه او دجاج. بس بدنا ننتبه انه ما بدنا ناخذ الدجاج اللي فيه بيحتوي على هرمونات، الدجاج العضوي. الدجاج العضوي انه نحن فينا نروح على المزارع اللي هن اصلا بيربوا دجاج عندهم، او البيض العضوي اللي هو البيض البلدي، ما ناخذ البيض الزراعي. تمام، يعني نحاول انه نجيبهم من المصادر المزارع من الضياع، كلها موجوده، لانه مو كل الاماكن لسه بتستخدم الهرمونات وهيك. نحن لما بدنا نستبدل اللحمه الحمراء باللحمه البيضاء، اول شيء عم نقلل نسبه الكوليسترول والشحوم اللي عم تفوت على جسمنا والدهون، عم نمنع تراكم الدهون بمنطقه اسفل البطن وخصوصا عند الرجال. لما بنقول عند الرجال يعني سرطان بروستات اللي هو بيتحفز بالدهون عند باسفل البطن، كل ما كانت نسبه الدهون متراكمه باسفل البطن كل ما كان كمان عندنا خطر الاصابه. الاشخاص يلي عندهم زياده وزن كثير كبيره، يعني فاتوا قطعوا مرحله السمنه المفرطه، فاتوا بمرحله الخطوره والاكثر خطوره، هن معرضين يصير معهم كل الامراض مو بس السرطان. فنحن اهم شغله اهم عامل انه للحمايه من السرطان ومن اي مرض هو البدانه، بدنا نتخلص من البدانه عن طريق عده عوامل اللي هي بدنا نقلب اللحوم الحمراء للحوم بيضاء، اهم شيء بدنا نلغي السكريات، نلغي السكريات لانه في دراسات بتقول انه نحن مريض السرطان ما بزيد ياخذ سكريات حتى ما تتكاثر الخلايا السرطانيه، بس في مدارس ثانيه بتقول لهلا ما اثبتت دراسات هذا الشيء، بس نحن ليش بنبعد عن السكريات؟ بنبعد عن السكريات اللي ممكن ترفع لنا مشكله السكر، ممكن تعملنا زياده دهون، ونحن هدول المشكلتين كسكر وككوليسترول اذا كانوا متواجدين فبصير عندنا خطر اصابه بامراض اخرى، فلهيك نحن بنبعد عن السكريات. هلا بدي انتبه، بدنا ننتبه على شغله، نحن لما بنقول برنامج وقائي او علاجي، ما فينا نقول علاجي بهيك حاله، وقائي او لرفع المناعه، فنحن بنقول انه هذا برنامج مغذي، بس ما فينا نقول ما فينا نتبعه يعني لنقوي جسمنا، بس بدنا ننتبه للكميات. اذا كنا عم اذا كان الشخص عم يعمل علاج كيماوي او بالاشعه، اذا كنا بهي المرحله فنحن ما بصير نزيد الكميات مشان نطيب اكثر ابدا، يعني ما بصير ناخذ كركم زياده عن 5 جرام كل يوم لانه نحن بدنا نطيب، ما يقلب عكسي ابدا، بالعكس بهي المرحله بوقت الاشعه والعلاج الكيماوي ممكن
بتقلب ضده للشخص اذا كان عم يزيد من تناول المواد. القرفة كثيره لها فوائد قيمه بعلاج هيك نوع من الامراض، وخصوصا العيدان ما تكون باودر. العيدان نحن لما ناخذ بشكل يومي ممكن حط عود، نحن الجرعه بهيك حالات لترفع مناعه الجسم مفروض تكون بين 2 ل 4 جرامات كل يوم، نقدر نزيدها مع المراحل المتقدمة بس ما يكون مترافق مع العلاج الكيماوي أو الأشعة. هلأ القرفة فينا نضيفها مع السلطة، فينا نضيفها مع الأكل، فينا نعملها مثل مع عسل وعسل وزنجبيل وقرفة مع الشاي. دائماً نشربها مع الشاي. تماماً، الأشخاص اللي بيشربوا متى يحطوا زنجبيل وقرفة بالمي. القرفة كثير مهمة، الكركم بس ما بناخذ نتيجة رائعة للكركم أو فوائده غير إذا نضاف له فلفل، فلفل أسود لحتى يرفع الامتصاص، يعني نساعد بارتفاع امتصاص المواد بالزيوت الموجودة بها. ما قلنا غير الأكل الهندي بيحطوا كركم وفلفل أسود صح. وكل هاي البهارات صح. بس شوفي كمان الزيوت اللي بتطلع، ليش أنا عم ركز على الكركم اللي هو الجزور، الكركم الزيوت اللي بتطلع منها هي المفيده. هلا بننتقل لشيء ثاني اللي هن الخضار. الخضار جدا مهمين بالوقايه من اي نوع من السرطانات، وخصوصا البروكلي. البروكلي او شو بيقولوا لهم، يعني البروكلي القرنبيطات، مجموعه القرنبيطات. البروكلي خاصه بتحتوي على ماده ترفع مناعه الجسم 10 اضعاف من الحمضيات. فيها فيتامين سي، فيها ماده بتحارب السرطان. كل شيء لونه أخضر فيه مواد كتير بترفع مناعة الجسم، فيه أنتي أوكسيدنت، مضادات أكسدة جدا عالية على رأس القرنبيطات مثل ما قلنا البروكلي. بنروح على الفواكه الموسمية، وخصوصا نحن يعني قلنا شهر نوفمبر هو شهر التوعية ضد السرطانات. ليه؟ لأنه أول شيء موجود فيه الليمون، حمضيات، بردقان، يوسفي، كل شيء فيه فيتامين سي، كل شيء بيرفع المناعه. فنحن هدول موجودين بهذا الفصل، فكل شيء كل شيء فصلي فهو بيرفع المناعه، وخصوصا لما نحن بنقول الفليفله الخضراء مثلا، الفليفله الخضراء فيها فيتامين سي 3 اضعاف مما بتحتوي البردقان. فنحن ممكن انه ناكل بردقان ننسى مواد ثانيه. كل شيء لون ملون فهو فيه فوائد. بسرطان البروستات كثير بتفيدنا ماده الليكوبين. الليكوبين اللي موجوده بالبندوره او بكل شيء لونه احمر، بس خصوصا البندوره. لما بنقول بندوره مو يعني كاتشب، مو يعني رب البندوره، يعني البندوره المطبوخه، حتى مو الفريش. لما بتنطبخ بتنعمل مثلا شوربه بندوره بتنضاف للاغذيه، كثير كمان بترفع مناعه الجسم. ننتقل لشق ثاني اللي هو عسل المانوكا. هلا عسل المانوكا هو اكثر انواع العسل يلي بترفع مناعه الجسم وبتقويه 10 اضعاف من باقي انواع العسل. بس ما انا موجود اكيد بسوريا، فنحن اكيد بنلجا للعسل الموجود، بس مو العسل المغشوش، العسل الطبيعي يلي بيعتمد الاكل النحلي على الزهر مو على السكر. هلا هي مجموعه من الاغذيه اللي موجوده، بس هي متوفره بكل بيت وموجودة بكل بيت. وأهم شغلة إنه هي حتى كسعر هي رخيصة، موجودة موجودة بالأسواق ومتوفرة. هلأ كمان ما بدنا ننسى دور العدس والحمص والبقوليات، لأنه بيرفع، ونحن هون بنستبدل اللحمة الحمراء بالبقوليات. هلأ بنستبدلها باللحمة البيضاء، بس كمان البروتينات النباتية هون بتلعب دور كعدس، لأنه بيرفع مستويات الحديد وبنفس الوقت بيعطي طاقة للجسم ونشويات جيدة تعتبر، هو والحمص والفول. هلأ ما بدنا ننسى ليرفنا نعزز امتصاص الحديد الموجود بهيك نوع من الأطعمة، بدنا نضيف لهم ليمون أو أي شيء بيحتوي على فيتامين سي. يعني مثل الليمون ومثل الدبس، ما؟ الليمون والدبس تماما. مثلا لما بنقول الملوخية كثير منيحة لرفع مخازن الحديد، بس نحن كلياتنا بنعصر على السبانخ والخبازة والملوخية بنعصر عصرة ليمونة. ما هيك متعلمين من نحن وصغار أهالينا، ونحن استمرينا. ليش؟ لأنه
يعني هي لا شعوريا يمكن العالم بتحطها، بس هي لحتى يرتفع امتصاص الحديد بالمعده نحن بحاجه لفيتامين سي اللي هو اكثر شيء بيلبق مع الليمون. فيعني نحن بنعمل اوقات شغلات اخذينها عاده بس هي صحيه فعليا. اكيد. بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتورة نور على كل النصائح اللي اعطيتينا اياها، ومثل العاده اي حدا ما حضر فيه يشوف على اليوتيوب. شكرا لك. ميرسي سلمى، ميرسي نور. وبما انه هي بدايه شهر جديد نتمنى اكيد الخير والصحه لكل الناس يا رب. واكيد العادات السيئه، الدخان، قله الحركه وقله النوم، هدول هن خطوره على كل الاشخاص وخطوره وبتهددنا للاصابه بكل الامراض مو بس بسرطان معين. صحيح. فلهيك نحن بدنا نبعد عن العادات السيئه، نستبدلها بعادات قدر الامكان تكون جيده، ننام منيح ونشرب مي، وما ننسى الحركه بالحركه بركه، والمعده بيت الداء والدواء. فنحن كل ما زبطنا اكلنا وكل ما زبطنا جهازنا الهضمي بترتفع مناعتنا وبنصير عندنا وقايه ضد اي نوع من انواع الامراض. اكيد اكيد. بدنا نشكرك اكيد دكتوره نور، ودائما الوقت بيمر معك بسرعه. شكرا كثير لك. ميرسي لكم. شكرا. اما هلا سلمى بننتقل من عالم الصحه والغذاء لعالم السياسه وموجز لاخر المستجدات السياسيه بسوريا والعالم مع زميلتي لور خضور. صباح الخير لور. يسعد صباحك نور، يسعد صباحك سلمى. موجز لاخر الاخبار بعد الفاصل. أدنت لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب أعمال ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي بوقف ومنع تعليم الطلاب في الشمال السوري وفق المناهج المعتمد من الدولة السورية، مؤكدة أن ذلك مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. دعت اللجنة في بيان لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من المنظمات البرلمانية الدولية والمجتمع الدولي لاستمرارية التعليم، مؤكدة أن ما تقوم به ميليشيا قسد الانفصالية من قطع المياه والكهرباء عن أهالي منطقة الجزيرة السورية ووقف التعليم بالمدارس في تلك المناطق وفق المناهج السورية المعتمدة من وزارة التربية تحت طائلة إغلاق المدارس التي تعلم بموجبه مخالفة صريحة وانتهاك واضح للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرمان للطلاب من إلزامية التعليم التي تعتمدها وزارة التربية، لافتا إلى أن هذه الأعمال تتم بغطاء ودعم من الاحتلال الأمريكي. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية أفادت بارتقاء الشاب محمد شاكر بدارنا إثر إصابته برصاص الاحتلال في يعبد جنوب جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال الساعات الماضية إلى 6 شهداء. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زغاروفا إن وعود الناتو بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا تدل على رغبة الحلف بإطالة أمد الصراع وزيادة التوتر. أضافت زغاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إن الناتو لا يهتم بتحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا وتصرفاته بالماضي، وفي الوقت الحالي تثبت أنه لا يحمل طابعا دفاعيا فحسب. وأشارت إلى أن الأحداث التي ارتكبها الناتو في يوغوسلافيا وغيرها شاهد على قيمته على قيمه التي تضع مصالحه وشروطه فوق كل اعتبار. حذر مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين القيادة البولندية من محاولات سلخ أراض غرب أوكرانيا وإجراء استفتاءات فيها لتبرير مطالبتها بالأراضي الأوكرانية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن ناريشكين قوله في تصريح صحفي: نود تحذير البولنديين مسبقا من إجراء مقارنات خاطئة متسرعة وندعوهم إلى دراسة أكثر شمولا لتاريخهم، مشيرا إلى أن تاريخهم مليء بالأمثلة المرة للصدامات بين القوميين البولنديين والقوميين الأوكرانيين.
في خبرنا الأخير، توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين صباح الأربعاء عن عمر نهز 96 عاما. وذكرت الوكالة الصينية أن زيمين توفي بسبب سرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، مشيرة إلى أنه توفي في شنغهاي. وشغل زيمين منصب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني في الفترة من 93 حتى 2002، إذ يعد الرئيس الخامس للصين في الفترة من عام 93 حتى 2003، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية من عام 89 حتى 2004. ونجحت الصين بقيادة زيمين في إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي من خلال استعادة السيادة على هونغ كونغ والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وصلنا لختام أخبار الموجز، عودة إليك نور. شكرا لك لور. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الصباحية التالية. سلمى، رح نحكي اليوم عن الجهود الموجهة لمنتدى اختار عنوان المسؤولية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وفي سوق العمل. أكيد نور، رح نحكي كمان عن كيف ممكن يتحقق هذا الهدف ويتحول طبعا التطوع إلى ثقافة عند الشباب بمجتمعنا. هذا الشيء رح يكون بالتفصيل مع ضيفنا لليوم الدكتور منير عباس، رئيس مجلس إدارة الموارد البشرية في سوريا. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، دايما معكم في شيء جديد. خلينا بالبداية نحكي عن المنتدى والعنوان. لما نقول المسؤولية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة، نوقف عند العنوان أول شيء بعدين نفصل المنتدى. تمام. نحن كمؤسسة إدارة الموارد البشرية بنهتم طبعا، نحن مؤسسة ومجتمع أهلي، فواحدة من أهدافنا الأساسية هو دمج كل أفراد المجتمع بغض النظر إذا كانوا هن من الأشخاص ذوي الإعاقة أو هن الأشخاص آخرين، يعني هن الأصحاء. فنحن هدفنا ندمجهم بسوق العمل. هذا الدمج بسوق العمل ما بيميز بين فرد عنده إعاقة أو فرد ما عنده إعاقة أبدا. فعملنا هذا المنتدى بيتزامن مع مناسبتين عالميات، هن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ب 3/12، وبنفس الوقت بيتزامن مع اليوم العالمي للتطوع اللي هو ب 5/12. جمعناهم مع بعض وعملنا هذا الإيفنت لحتى نقدر نحن عن طريق الممارسات الصحيحة بالشركات اللي هي أخذة دور ريادي بهالملفين هذول، نقدر نظهر للمجتمع السوري أنه كلياتنا قادرين متمكنين أنه نقدر ندمج ذوي الإعاقة كمسؤولية مجتمعية داخل سوق العمل. فنحن عندنا، بتعرفوا انتم موضوع المسؤولية المجتمعية واليوم التطوع العالمي هو ملف واسع جدا. نحن اخذنا الشق منه اللي بيتزامن مع المناسبة الثانية اللي هي هالشريحة من المجتمع، كيفية التعاون معها لإدماجها داخل سوق العمل. المسؤولية المجتمعية طبعا هي مفهوم رائع جدا، وهي شغلة كلياتها يعتمد على أخلاق الشركات وعالم الأعمال بأنه يلتزم باستدامة المجتمع اللي عم يمارس فيه عمله. فقد تقع على عاتقه هو تنمية المجتمع. تبدأ تنمية المجتمع والمسؤولية المجتمعية من موظفين الشركة نفسهم وتعطيهم حقوقهم، تراعي ظروفهم كلياتها، وبعدين نطلع للمجتمع اللي هنن جزء منه هدول الموظفين وجزء منه البيئة الجغرافية لممارسة العمل التجاري. أما عن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة فهو واسع جدا أيضا، وبيستاهل كمان حلقات من نحكي عنه، ولكن احنا عم نحاول ندمج بين التنتين. وهلأ احنا ببداية شهر 12 ولا حتى 10/12 في عنا عدة مناسبات هي كلياتها مناسبات تدخل ضمن إطار المسؤولية المجتمعية. عنا طبعا حملة 14 يوم إلى 16 يوم لا للعنف ضد المرأة، كلها عم تتزامن مع بعضها، بس أنا بحس أن كلياتها تتقاطع مع بعضها تحت بند المسؤولية المجتمعية. صحيح. سواء كانت أشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان لا للعنف ضد المرأة أو الحملات هي الإنسانية. نعم دكتور، بما أنك حكيت عن المسؤولية المجتمعية واللي هي جزء كبير بيندرج منها تحت عملكم بتفاصيل مختلفة، اليوم المنتدى مثل ما قلت فرصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة فينا نقول بسوق العمل. الآلية اللي رح يتم العمل عليها كيف، وخصوصا اليوم الشركات سابقا مثل ما قلنا
بيقدروا يدخلوا على موقعكم يشوفوا المشتركين، والمشتركين بيقدروا يفوتوا يسجلوا، ولكن ذوي الاحتياجات الخاصة هل عم بيكون عندهم نفس القدرة أو بيكون في حدا عم بيساعدهم من الجمعية؟ طبعا الملف كتير واسع. أولا نحن لازم حتى نقدر ندمج ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، هيك تسميتهم عالميا حاليا، فهو أنه لازم أول شيء نهيئ البنية التحتية بالشركات. نحن جبنا شركات نموذجية، هي شركة سيريا تل شركة نموذجية حتعرض كيفية بناء البنية التحتية داخل المؤسسات، بحيث يدخل الشخص ذوي الإعاقة أنه من الباب حتى إنهاء 8 ساعات دوام بدون أي مساعدة أبداً. هي أول شيء إحنا بدنا نهيئ البنية التحتية، سواء كانت بالمؤسسات التعليمية، سواء كانت بالمؤسسات الاقتصادية اللي عم تشغل هدول الأشخاص. ثاني شيء حنضوي على بند كتير مهم، اللي هو بتعرفوا إحنا حسب قانون العمل 4% من العاملين داخل القطاع العام ممكن ندمج فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. وبالنسبة للقطاع الخاص ملزم ب 2%، لهلا ما تفعل هذا الموضوع. 2% لازم يشتغلوا هن من ذوي الإعاقة، وهدول الأشخاص في حال أنا ما عندي أماكن مهيئة لتشغيلهم أعطي الحد الأدنى من رواتبهم إلى صندوق المعونة الاجتماعية يعمل لهم مشاريع. فلحنا هذا الشيء لسه ما تفعل، صاروا طالع قانون العمل الخاص من عام 2010 ولهلا ما تفعل هالبند، بدنا نضوي على هذا البند. الشغلة الثالثة، هناك دور كتير كبير للمجتمع الأهلي، مثل نحن جمعية إدارة الموارد البشرية، نحن كل كورساتنا وكل تدريبنا لذوي الإعاقة مجانا. يعني هي اللي احنا متبنينا من عام 2007 حتى الآن، ودخل كتير طبعا أشخاص ذوي الإعاقة. هناك إحصائيات تقول بالمجتمع السوري بين 15% لل 22-23% من الأشخاص الموجودين عندنا بالمجتمع يعانون من إعاقة خاصة. أوكي، فهذا بنسبة كتير كبيرة ما عاد نحن نقدر نستهين فيها. طبعا هناك أرقام رسمية تعاند هذا الشيء بتقول 15%، مو خلافنا على الأرقام، خلافنا على التفعيل أساسا، بناء حقيقي كبنية تحتية لمجتمعنا لاستقبال هذا النوع من الإعاقات. عندنا مشكلة كبيرة مثلا اللي هي ما هي وسيلة النقل. إحنا بنعطي مقاعد مجانية على سبيل المثال، دورات مجانية لذوي الإعاقة، ولكن نقلهم من أماكن سكنهم للكورسات هو كمان في عندنا صعوبة كبيرة. الأصحاء عم يعاني إحنا من المواصلات، ما بالك ذوي الإعاقة بدهم وسائل نقل خاصة فيه. صحيح. والشيء الآخر أيضا، إحنا بدنا نشجع المجتمع الاقتصادي اللي عندنا وليكن القطاع الخاص إنه يساهم بشكل كبير، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق مؤسسات أهلية مثلنا. نقدر نحن عن طريق دعم المسؤولية المجتمعية نقدر يخصصوا، بتعرفي أنت أحيانا الشركات بتقلك أنا بدي أقدم مبلغ من المال لتنمية الطلاب بأعمار معينة، أنا بدي أقدم مبلغ من المال حصرا إلى الأيتام، أنا بدي أقدم مبلغ من المال حصرا لذوي الإعاقة البصرية أو الإعاقة السمعية. يحددوا هنا شو بدهم. نحن بالمنتدى أستاذتي نحن برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمعنا كل الأطراف، المنظمات الدولية، جمعنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولة عن الملف، وجمعنا الشركات الرائدة في مرحلة المسؤولية المجتمعية، سواء بنوك سواء مؤسسات اتصالات. وعم نضوي على شغلة كتير مهمة، هناك مهن تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. خصوصا في عالم الاتصالات، الكاستمر سيرفيس، خدمة الزبائن على التليفون ما بده مكان تواجد، ممكن من البيت يكون عبارة عن مجتمعات كلها تتعمل من المنزل وتؤدي الغرض وتساهم بالمجتمع وتحقق عائد لها. هناك مهن الآن كله بجو العمل الافتراضي على الانترنت، الجرافيك ديزاينينج، كتابة المحتوى، إدارة صفحات التواصل الاجتماعي. صحيح. كل العمل الافتراضي يناسب المسؤولية المجتمعية اللي هي ببند الاحتياجات الخاصة، أو خلينا نقول الأشخاص ذوي الإعاقة. ليش ما نضوي عليها؟ فهلأ نحن في اتجاه جديد عالمي أنه تكون في عنا تجمعات هي عبارة عن أشخاص تعمل في المنازل تؤدي العمل من منازلها، هذا يتناسب 100% ويتقاطع مع الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا بدنا نضوي عليه، وعندنا شركات بلشت بهذا الموضوع وبدنا نعلن عنها نحن إن شاء الله بالمنتدى، حتى تكون مفاجأة الموجودة، حتى ما حدا يقول إنه إحنا عم نأخذ أفكار. طب خلينا هيك نعطي بعض التفاصيل، لو كانت مفاجأة خلاصة المنتدى، النتيجة الأساسية لما تقول بلشتوا ببعض الخطوات الفعلية نحو هذا الموضوع، شو رح تكون؟ يعني إحنا دائما نشوف منتديات، بنشوف كتير من الفعاليات والنشاطات، بس النتيجة الأساسية لما أقول أنا فعليا طلعت بهدف من هذا المنتدى وبلشت على أرض الواقع نفذ جميع المعطيات اللي ممكن أنا طلعت منها من هذا المنتدى، والتشبيك لما نقول قطاع عام قطاع خاص، وقلنا مثلا القطاع الخاص لسه ما نفذ هذا القانون بشكل كامل، كيف التشبيك رح يكون؟ كيف رح يكون هاي القصص كلياتها التنفيذ على أرض الواقع؟ التنفيذ على أرض الواقع من خلال الجمعيات الأهلية اللي هي قادرة على التشبيك. إحنا جمعيات الأهلية قريبين جدا من البنية التحتية للمجتمع، نعرف الأشخاص ذوي الإعاقة بالأسماء، بنعرفهم وملفاتهم كلها واضحة بالنسبة لنا. ومعنا الحوكمة ومعنا القانون اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومعنا القطاع الخاص اللي هن موجودين على أرض الواقع. نحن دعينا أكثر من 100 شركة
ذات اسم كبير في سوق العمل عندنا في سوريا ومستهلكة جدا للعاملين والموظفين، وأيضا دعينا بعض الشركات اللي عندها تجربة رائدة حتى نحكي لحنا عن العدوى بالتجارب المستفادة. يعني ما بدنا لحنا نحكي ملف نظري يقولوا هذا يناسب الدول المتقدمة، ما موجود عندنا. بالعكس جبنا لحنا أفضل الشركات كبنية تحتية، أفضل الشركات اللي مشغلة بنسبة أكثر من 2% وهي شركات خاصة متجاوزة هذا الموضوع كمسؤولية مجتمعية. دعينا شركات ما عندها بنية تحتية ولكن عم تعطي دعم مادي لمنظمات أهلية هي قادرة تقوم بمشاريع لحساب فلحنا عملية التشبيك هي لا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا المجتمع الأهلي. أيضا عندنا ثقة الوزارة كتير كبيرة ببعض الجمعيات الأهلية لأنه فاعلة لحنا على الأرض جدا، وعندنا هذا الملف يجب أن يخرج خلينا نقول ببعض التوصيات. هي التوصيات حنحاسب عليها، لحنا كاتبين ثلاث توصيات. شو هي؟ مسؤولية مجتمعية درجة أولى هي مسؤولية الجميع، التطوع أسلوب حياة، وأيضا الإعاقة هي انطلاقة وليست هي نهاية حياة. فلحنا بنهاية المجتمع حيكون السلوغان تبعنا كلياته مجتمع قادر ومتمكن. طيب دكتور منير، خلينا اليوم كمان نحكي شوي، قلنا ببداية حديثنا اليوم ثقافة التطوع عند الشباب أصبحت جزء من تنمية المسؤولية المجتمعية لديهم من خلال دمجهم. بعض الشباب اليوم نعرف الظروف الاقتصادية اللي عم بتمر، بيقول أنا بدي أعطي جزء من وقتي للتطوع المجاني، طبعا نعرف هذا الشيء، وجزء آخر بتمنى يكون بشيء هو تطوعي وبنفس الوقت أقدر استفيد منه لاحقا بمجال العمل، ما يكون فقط اني انا وقت مستقطع منها، لانه بتعرف هلا كلياتهم بدهم شيء يعطيه مردود مادي. انتم عم تعملوا الاثنين مع بعض، تعطوهم مردود مادي، احيانا عم بتدربوهم على نفقتكم الخاصه، وايضا عم بتنشطوا موضوع ثقافه التطوع. خلينا نحكي عن هالتفاصيل. نحن التطوع بالنسبة لنا حصرا كجمعية أهلية مؤسس إدارة الموارد البشرية من وقت ما أنشئنا ورخصنا من وزارة الشؤون رافعين شعار أنه التطوع هو أسلوب حياة وليس هواية. فالتطوع بالنسبة لنا هو مسيرة حياة مهنية، ما في متطوع إجا اشتغل عنا نهائيا إلا وحصل فرصة وظيفية ولفت نظره، لفت نظر المجتمع الاقتصادي له. يعني احنا فيني اقول لك لهلا تعداد المتطوعين عندنا اكثر من 500 ل 520 متطوع لقوا فرصه عمل عن طريق فرصه التطوع اللي عندنا، ولم يكن الهدف لهم هو فرصه العمل ولكن هي اجت لحالها تحصيل حاصل. التطوع وقت انت تعطي من وقتك وتحمليه كمسؤوليه مجتمعيه هو ليس صار الوقت الفراغ او الوقت الضائع. الشيء اللي عم الفرق بين اسلوب حياته وبين التطوع وقت كهوايه هو انه حتى لو توظفتي يصبح دائما في عندك مسؤولية مجتمعية دائمة، حتى بالشركة اللي أنت موجودة فيها حتكوني عم تفتحي الأبواب لمتطوعين آخرين يدخلوا نفس الباب للسوق العمل. عندنا مشاريع، عندنا مثلا آخر منتدى عملوه المتطوعين سميناه هاند ميد، لحنا الملتقى فرص العمل اللي عملناه كان هو من إنتاج 60 متطوع. يعني احنا ما جبنا اي شركة تجارية لحتى تقوم بتنظيم المعرض، المعرض نظمه 60 متطوع كافأناهم طبعا سواء بالنسبة لمعنويا بشهادات تقدير وايضا شيء رمزي ماديا لانه احنا جمعيات اهلية ما انا منتجة اقتصاديا لحتى تجيب عائد كتير كبير. هدول المتطوعين اللي عندنا احنا هلا حيشتركوا ايضا بكل المنتديات. غير هيك صار في عندنا جمعيات كثير بتقصدنا نحن، ممكن تبعثوا لنا عدد من المتطوعين في مجال معين بمردود مادي، فصرنا كانه عم ننظم العمل التطوعي مدير للدخل وليس فقط هو عباره عن هوايه ووقت مستقطع وقت يكون في عندك فراغ. طيب ختاما خلينا نحكي معك دكتور، عم نودع سنه 2022 نستقبل سنه 2023، شو النشاطات القادمه لكم بالمؤسسه؟ حاطين جدول اعمال للعام القادم؟ دائما معكم بكل استضافه في شيء جديد على ارض الواقع، اهم شيء انه للمجتمع ودعم المجتمع الاهلي اليوم. تمام، احنا عاملين شغله، انتقلنا الى التحول الرقمي الان وصرنا هلا في عالم الاعمال الرقميه. عملنا ملتقى افتراضي هلا ما زال مستمر، ملتقى الافتراضي اكثر من 80 شركه فاتحه ابوابها للاستقطاب وللتوظيف افتراضيا بمعرض فرص العمل اللي هو تابع للجوب جيت. صحيح. انتهى هو على الارض ولكن استمر هلا شهر، يعني اي شخص هلا من المتابعين بيحب يفوت على موقع jobgate.sy بيفوت بيلاقي معرض افتراضي بيقدم سي فيته حتى لو كان بغير محافظات عنده فرص عمل، وكل يوم عم تزداد الشركات. هذا شيء رائع، يعني بلشنا المعرض ب 54 شركه لامبارح صار في عنا 79 شركه الحقيقه، وال 80 اليوم عم تكمل معنا انه قديش انتشرت هالثقافه. الشيء الثاني اللي احنا
رايحين على المؤتمر السنوي الاول لاداره الموارد البشريه بسوريا، حنستدعي ضيوف من دول صديقه وحتكون من الدول الاقليميه، وحيكون لاول مره في سوريا في مؤتمر بيوطن عمليه اداره الموارد البشريه كمهنه حقيقيه. حيجي سبيكرز من عده دول بدول العالم حيحكوا لنا عن تجاربهم، حيكون في دورات تدريبيه على الهامش ايضا. الان ونحن موجودين هون في شهر الموارد البشريه، ابتدا معنا من 14/11 ويستمر حتى 15/12 ايضا، لاول مره ينقل افتراضيا، يعني حتى الاشخاص الموجودين بالمحافظات ما حضروا ورشات العمل اللي عم تعملها المؤسسه بالتعاون مع تراث الأمانة السورية للتنمية، بيقدر يحضرها من غير محافظات. نفس المحاضرة عم نمنتجها وعم نرفعها لحنا باستوديو افتراضي، صار كأنه أي شخص موجود بأي رقعة جغرافية في سوريا والعالم ايضا بيقدر يحضرنا، شو عم نحضر نشاطات. وفي عنا الحفل السنوي ب 14/1 ان شاء الله مدعوين انه تكونوا أكيد موجودين معنا، حيصير عمر الجمعيه او المؤسسه 16 سنه من الانجاز والقدره والتمكن ان شاء الله. اكيد بدنا نشكرك دكتور منير ونتمنى لكم التوفيق مثل العاده بكل النشاطات اللي عم بتقوموا فيها، وضلوا داعم دائما وسبيل لكل الشباب السوري. شكرا لك. شكرا لكم. أكيد بنتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق أكيد بكل محطاتكم القادمة، ويا رب دائما تبقوا بهي الهمة. شكرا كثير لك. شكرا لك. أما هلأ نور رح نروح لحمص، انطلقت حملة التوعية والكشف عن مرض فون ويلبراند، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للهيموفيليا وجمعية تنظيم الأسرة، والتفاصيل الأوفى بتقرير مراسلنا. بالتعاون مع فرع نقابة الأطباء ومديرية الصحة بحمص والاتحاد العالمي للهيموفيليا، نظمت الجمعية السورية لمرضى الناعور ندوة علمية حول مرض فون ويلبراند وأعراضه وآلية الكشف عنه، وذلك في فندق حمص الكبير. هدف الجمعية طبعا الوصول للنساء أو الأشخاص المصابين بالنمط الخفيف الشدة من داء فون ويلبراند، يلي هو ممكن يكون ملتبس تشخيصه، ما كتير في معرفة أو وعي فيه. أعراضه بتغش لأنه هي أعراض أي اضطراب نزفي، سهولة تكدم، رعاف، نزف مطول من الجرح بعد عمل جراحي، ممكن يصير غزارة طمس. مشان هيك نحن توجهنا كمرحلة أولى للعيادات النسائية بجمعية تنظيم الأسرة. هاي المحطة هي الثانية بحمص، اليوم افتتحناها بالندوة العلمية، بكرة وبعد بكرة عنا زيارات ميدانية، جلسات توعية لمراجعات عيادات النسائية بعيادات تنظيم الأسرة بجمعية تنظيم الأسرة السورية بالوعر وبحمص القديمة وببابا عمرو. الندوة تضمنت عددا من المحاضرات تركزت حول التعريف بالمرض وتدبير علاجه وأعراضه. بدورها ثمنت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد العالمي للهيموفيليا الدكتورة رنا الصيفي بمشاركتها عبر تقنية الفيديو، ثمنت جهود جميع الجهات الحكومية والأهلية والجمعية السورية لمرضى الناعور في حملتها التوعوية كونها تشكل نموذجا بالكشف عن مرض فون ويلبراند، مشيرة إلى استمرار دعم الاتحاد العالمي للهيموفيليا لسوريا عبر الجمعية السورية لمرضى الناعور بكل ما يلزم. إلقاء الضوء على نشاطات جمعية تنظيم الأسرة السورية في مجال كل من الصحة الإنجابية وصحة الأطفال، وتطرق إلى موضوع أمراض الدم لا سيما موضوع فون ويلبراند كونه مرض وراثي نادر الحدوث، وذلك بكون نسبة كبيرة من الرجال من السيدات التي ممكن تعاني من موضوع أمراض الدم كاضطرابات التمس وأسرة التمس. بحمص تقريبا بمرضى يسمى داء فون ويلبراند، هو يسمى الهيموفيليا الكاذبة، يعني هو بيشبه مرض الناعور لكن إنه بيفرق عنه بالنوع الكروموزوم وهالقصص. حاليا نحن عندنا حمص سجلت 11 اصابه كناعور كداء فون ويلبراند، يعني تعتبر نسبه 8%، صراحه ما لنا نسبه كثير عاديه، لكن بنسعى انه نحن نكشف عن اي حاله ونقدر نوعي المجتمع بهذا الموضوع لحتى نقدر نخفف الاصابات ونقدم لهم العلاج اللازم. وفي نهايه الندوه العلميه حول مرض فون ويلبراند، اوصى المشاركون بضروره عمل برنامج وطني للتقصي وتشخيص المرض من خلال التشاركيه بين وزاره الصحه والجمعيه السورية لمرضى الناعور والمؤسسات الطبية والأهلية المعنية. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من الندوة العلمية التي أقيمت في فندق حمص الكبير. أما
اما هلا سلمى بننتقل لمحطتنا التاليه، ودائما بنسلط الضوء على كثير من المواضيع بتخص الاطفال، وبنحكي اليوم عن تعلق الاطفال بالموبايل والشاشات الحديثه والتابات. اليوم عم نشوف يمكن كثير من الاهالي عم يعطوا اولادهم هي الاجهزه ولساعات طويله، وللاسف الى اثار يمكن ذكرناها بكثير من الحلقات، يمكن على تعلمه، صعوبه نطق، صعوبه تعلم، الى كثير من المضار الاساسيه. صحيح، ولكن اليوم رح نحكي عن شيء عاده ما كثير بنحكي عنه. صحيح. اللي هو أظهرته الأبحاث مؤخرا بعض الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا على الأطفال، من خلال أنه أحيانا الاستخدام الصحيح لأجهزة الكمبيوتر أو التابات أو غيرها ممكن يكون مساهم بتطوير التفكير عند الأطفال، وأيضا توسيع مداركهم وطريقة حفظهم بسرعة أكبر. يمكن نستغرب عند البعض من هي الدراسات والأبحاث، رح نحكي بالتفصيل أكثر كيف ممكن نستفيد من التكنولوجيا وغيرها من الأسئلة رح نحكي عنها مع ضيفتنا لليوم بالاستوديو اختصاصية رياض الأطفال أستاذة سماهر عربي. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. دائما بنحكي عن التطور والحداثة والتكنولوجيا وأهم الآثار إذا بدنا نقول السلبية أو الإيجابية. خلينا قبل ما نبدأ نحكي عن الآثار الإيجابية، اليوم الأهل عم نشوف في لهم توجه كتير كبير لأنه يعطوا أولادهم الموبايل لساعات طويلة. دم. فعلياً يمكن لأنه بيشتغلوا لساعات طويلة في عندهم ضغوطات يومية، فبتلاقي ما لهم أخلاق خلقهم ضيق. قد إيه له آثار يمكن على شخصية الطفل، وإيمت بنوقف عند هي النقطة بنقول تحول الموضوع لمشكلة خلص ما بقى انه شيء طبيعي عم معطيه بشكل مستمر، الولد متعلق فيه وما فيك بقى عنده هيك تركيز وتشتت انتباه بشكل كبير. هلا الطفل لما بيحمل الموبايل مثلا باوقات عاديه ممكن، لما بصير عنده تشتت، بصير عنده قله انتباه، بصير عنده عصبيه زايده هون. لما بتسحبي منه الموبايل بصير بيعصب كثير لدرجه انه يعني هو يعني كثير بينزعج، فهون صارت عنده مثل حاله ادمان. نحن بهي الحاله لازم فورا نوقف الموبايل او نعطيه بساعات مثلا معينه محدده. تمام. صحيح. طيب خلينا كمان نحكي اليوم، بعض الاهل بهدف تهدئة الأطفال بيلجأوا لهذا الأسلوب أنه بيعطوا الموبايل للطفل أنه خلاص هيك هو بيهدى بيلعب بيتسلى بينسى الموضوع. نفس الوقت نحن عم نعوده على عادة سلبية، عم نربط، نحن نعرف دايما حتى قبل التكنولوجيا كانوا يحكوا ما تربطوا شيء بشيء مشان ما يصير عادة، إن كان بأسلوب النوم بالغذاء، ما تخلي أنه خلاص إذا أخذت هاي معناته هيفا بعدين بيصير الفطام عنا كثير صعب. خلينا نحكي عن الاثار السلبيه لهذا الموضوع. هلا الاثار السلبيه بصراحه كثير كبيره للموبايل وللجوالات وللشاشات الالكترونيه. هلا اول شغله ممكن تشتت انتباه الطفل، العدوانيه بشكل كثير كبير من الالعاب او من الاشياء اللي بيشوفها، قله التركيز، تشتت الافكار. صحيح. العصبية الزايدة كمان ممكن يعمل مشاكل عند الطفل بالأكل، ما عم بصير بياكل منيح. عندك كمان بيعمل مشاكل ممكن النظر مثلا، بيأذي العيون، بيأذي الدماغ، بصير عنده الولد تشتت كتير وما عنده تركيز أبدا، قلة انتباه كتير. فهاي كتير بتأثر، يعني كتير أثار سلبية على الطفل غير عن الحالات الصحية. تمام. طيب خلينا نحكي يمكن اليوم كيف فينا ما نخلي الطفل يتعلق بالشاشة أو الموبايل، كيف فيهم الأهل يمكن يتعاملوا معه بطريقة أذكى اليوم ويستفادوا. اليوم يمكن عبر الموبايل في الولد يتعلم لغة، في الولد يتعلم طبعاً بعض المهارات، وما يكون في باب تواصل للتعلق، يعني في ساعات محددة من البداية، وقت محدد كيف وقت الدرس، وقت الأكل يكون في له وقت. لأنه يمكن من فترة شفنا سلمى ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، إما متعاقب ابنها أخذت منه التاب، أم شفتي طريقة العنف ورد العنف، لأنه أساسا كان في تعامل سيء، يعني عمل ردة فعل عنيفة جدا على أهله وعلى البيت. فخلينا نعمل ما نوصل لهي المرحلة، لأنه نحن عم نحكي بتستمر يعني لسنوات طويلة مع الطفل. كيف فيني أنا استثمر هي الآلة أو هذا الجهاز بطريقة صحية وسليمة ونمي مهارات طفلي؟ هلق الموبايل او الجوال مثل ما هو له سلبيات، له كمان شغلات. صحيح. حلوه. هلق هو ممكن يساعدنا في شغلات تعليميه للولد،
ممكن يستفيد من معلومات، في معلومات كتير حلوة بالموبايل أو على النت. كمان بيساعدنا على تعلم اللغات للطفل مثل ما حكيتي. أنا ممكن أعلم ابني مثلا الألوان، شو الألوان، بشوف اللون، بيذكر اسمه بالعربي، بيذكر اسمه بالإنجليزي. مثلا الحيوانات ممكن يشوف، يتعرف على مثلا شو اسم الحيوان، شو بياكل، كيف صوته، شو اسمه، كمان بالانجليزي بيتعلم لغات. حتى ممكن يشوف مهارات بتنمي كمان حتى عنده الذكاء، بس بشكل محدود. يعني احنا ما نوصل بالموبايل لدرجة الادمان. صحيح. حتى بس بدك تاخذي الموبايل من الولد بصير عنده عصبية كتير، بصير عدواني كتير. فنحن ممكن نستثمره باشياء تعليمية وهادفة، أو ألعاب حتى هادفة. في ألعاب مسلية كمان بتنمي الذكاء عند الطفل حتى بالموبايل، بتصير عنده تركيز. بس نحن ما نستنى ليصير عنده حالة توحد أنه بس بهذا العالم وخلص. صحيح. أستاذ سماهر، كمان خلينا نحكي باعتبار حضرتك ضمن مجالك، أنت دائما قريبة من الأطفال ومختصة ببرامج معينة لرعايتهم. خلينا نقول اليوم في كتير وسائل صارت مفيدة بتخلي الطفل ينجذب للشيء الإيجابي بهي الأجهزة اللي أصبحت واقع ما فينا نلغيه، بس عم نتعامل معه، عم نتعامل مع آثاره مثل ما بيقولوا. بتحكي لنا عن بعض هاي الوسائل. هلق في وسائل كتير، في عندك كتير ألعاب مع الطفل، للطفل إنه خاصة بتنمي ذكاءه أو بتنمي عنده التركيز والانتباه. في ألعاب مثلاً البولينج، لعبة البولينج كتير حلوة، ممكن الولد يصف البولينج ويزت الطابة، هاي كتير بتساعد على التركيز. طبعاً بده الولد حدا يكون مشارك معه، يكون عم يلعب معه، لحاله ما بيستمتع، أو حتى مع حدا من عمره بمل شوي. ممكن يلعب مثلاً مع الأم، ممكن تساعده بألعاب التركيب والفك، ألعاب البناء، ممكن يشكل أي شيء، ممكن يشكل سيارة بألعاب الفك والتركيب، أو يشكل دراجة. حتى في ألعاب تعليمية مثل الرسم، الأشغال، التلوين. حتى التلوين يعني بينمي عضلات الطفل، وبيصير عنده يعني حالة إنه يعني بحب يرسم، بحب يلون مع الأهل أو حتى مع الأم. الأم إذا بتفضى كمان للطفل شوي بيكون شيء كتير حلو. طبعا في كتير أمهات وقتها ضيق بالشغل وبالعمل وساعات طويلة، بس كمان الولد بحب إنه أمه تساعده، أو أمه تلعبه، أو أمه تركب معه أو تفك معه هاي الألعاب. في كمان ألعاب مثل القصص، في قصص فيكي تحكي قصص للطفل، بياخذ منها شغلات هادفه، بيتعلم منها معلومات كمان هادفه. نحن مو كله على الموبايل. في كمان عندك الرحلات او الزيارات العائليه، زيارات مثلا جارتي عندها اطفال، ممكن يلعب مع اطفال، يصير في تواصل لغوي، تواصل بصري، بيحكي بيلعب. اما بينما بده يضل على الموبايل، هذا الولد عم يتصل بس بالموبايل، انه ما عم يحكي، ما عم يشارك اي حدا باي شيء. حتى ممكن نسجله بنادي اذا الام مثلا ما انا فاضي انه تلعب الولد. الالعاب الحركيه كثير حلوه وبتفضي طاقه للطفل، يعني بتفرغ كثير طاقه عند الولد، لانه هو بيكون عنده كبت، عنده هي القاعده اللي بالبيت اللي هي روتين. روتين تمام. هسه انا اذا مو فاضي انا لعب ابني العاب رياضيه او العاب يفرغ طاقته فيها، ممكن نسجله بنادي مثلا. كمان هي العاب كثير حلوه وبتقوي عضلات الطفل، بتنشط الجسم. طيب خلينا نحكي أستاذ سماهر، يمكن كثير من الدراسات أشارت أنه يجب عدم إعطاء الموبايل أو الأجهزة الحديثة للأطفال بأي عمر مبكر. شو السن المناسب للطفل ممكن خليه يبلش يتفرج على الموبايل أو هيدا الجهاز؟ لأنه عم نتفاجأ اليوم كثير من الأهالي عم يعطوهم بعمر كثير صغير للأسف. يعني بتحسي الولد عمره سنة أو سنة ونص ماسك الموبايل ومتعلق فيه بطريقة كثير غريبة. هلق لعمر السنتين ممنوع منع بات انه الولد يمسك موبايل او انه يتفرج حتى مع امه، لانه بصير بيتعلق فيه. لعمر السنتين ممنوع الطفل يمسك موبايل او انه يصير يتعلق بهي الشاشات الالكترونيه، لانه بهذا السن الولد بيكون يعني عقله عم بينمو بهدول السنتين.
اول سنتين كثير بيكون الطفل يعني عقله واعي لهالشغلات، فهو نحن مشان ما ننميه على هي القصص وهي الشاشات لازم لعمر السنتين ما يمسك موبايل ابدا. السن المناسب ممكن يكون مثلا من عمر السنتين لعمر الست سنوات، بس باوقات محدوده، مثلا ممكن بالاسبوع كله انا اعطي ابني 4 ايام بس الموبايل او 3 ايام حسب ما تقدري انك تضبطي الولد، 4 ايام او 5 ايام ممكن، بس كل يوم يكون ساعه واحده. ساعة واحدة هي كافية لأنه الطفل يتفرج يستمتع شوي يتعلم شوي ممكن وخلص انتهينا، هي ساعة واحدة مثلا باليوم. والولد لما بيلتزم بهي الساعة نحن المفروض نكافئه، لأن أنت لما بتكافئ الطفل أنه هو خلص التزم بالشروط التزم بالقوانين أنا بكافئه، بصير هو عنده على طول أنه خلص أنه أنا وقتي هي الساعة، تمام هاي الساعة بتكافئي عليها بيلتزم فيها. حتى الولد أمه قدامه بتكون هي صورة لإله أو هي قدوة لإله، الولد لما بيشوف أمه حاملة الموبايل لساعات طويلة مثلا أو أنه عنده شغل عنده شيء بتخلص بسرعة وبترجع بتمسك الموبايل، فهو ما رح يقتنع أنه أنا بس ساعة أمسك الموبايل وأنت تمسكي. فهي الأم قدوة أو الأهل بالآباء والأمهات هني قدوة للولاد، فأنت كمان يعني نصيحة أنه خففي من استعمال الجوال قدام ابنك لحتى هو يلتزم باللي أنت بدك تنبهي عليه. طيب اليوم خلينا هيك بملخص حديثنا لليوم بالختام، أبرز النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل الأهالي اللي عم بيعانوا مشاكل مع الأجهزة الإلكترونية، وأيضا نصائح مثل ما قلنا ببداية حديثنا اليوم عم نضيء على جهة إيجابية اللي هي توسيع المدارك بالاستخدام الجيد لهي الوسائل. تمام النصائح هلق أول شغلة إشغال الطفل بألعاب، ممكن ألعاب حركية مثل ما قلنا ألعاب فك وتركيب وبناء، في ألعاب رياضية حركية، حتى مثل ما قلنا أنه الأم ما تمسك الموبايل وقت طويل قدام طفلة. أنا بنصح أنه يسجلوا مثلا أطفالهم بنوادي ممكن شطرنج كمان كتير حلوة وهي لعبة ذكاء. أنا كمان لما بشتغل مع ابني أعمال يدوية كمان، أنا لما بتفرغ شوي لأبني بشتغل معه أعمال يدوية كتير بينبسط الولد فيها، بحس إنه هو عمل إنجاز أو إنه هو يعني اشتغل شيء حلو، ممكن يحطه صمدية مثلا، حتى بالأشغال بالورق ممكن يعمل طيارة ورقية، ممكن يعمل يعني أي شيء نحن ممكن نعمل فيه أنشطة غير عن الزيارات العائلية مثل ما حكينا كمان كتير حلوة، الرحلات الطلعات الولد إنه يعني يندمج مع أطفال تانين، فكتير بيكون شغلة حلوة وبتبعده شوي عن الموبايل وبتخليه عنده تواصل مع أشخاص تانين، بتساعده على الكلام بتساعده على انه اللعب مع اطفال ثانيين طريقه سلوك، حتى السلوك بيكون حلو، بينما بده يضل مثلا على الموبايل بصير عنده عنف عنده توحد بعالم هو خاص بهالشاشه هي. لما بيطلع مثلا زيارات بيطلع رحلات بيشتغل اشغال مع رفقاته مع امه مع ابوه اعمال يدويه مكعبات، حتى هاي الشغلات كتير أنا بنصح فيها أنه خلي الأم تفضي وقت للطفل حتى أنه تلعب معه، وحتى كمان مثل ما قلنا تكون قدوة أهم شيء قدامه منشان لأنه ما فيكي تمنعي الطفل اليوم عن الموبايل أو الشاشات لأنه هو واقع مفروض، لكن طبعا الاعتدال مثل ما قلتي مع الأهل والطفل. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا. شكرا لك وكل المعلومات اللي قدمتي لنا. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. اما هلا سلمى بننتقل لريف حما وتحديدا لقلعه شماميس التي تتربع بشكل البوضوي على راس جبل يقع شرقي مدينه حما، خلونا نتابع التفاصيل عن هي القلعه بالتقرير التالي. تستمد اسمها من الشمس وهي حصينه ويصعب اختراقها من قبل الغزاة. قلعة شميميس تم تشييدها من قبل أسرة شمسغرام في أواخر العصر اليوناني، وسميت شميميس نسبة لهذه الأسرة، وظلت هذه القلعة متألقة طيلة العصر الروماني والبيزنطي.
القلعة تعود بجذورها كتواجد سكني للعصر البرونزي الحديث ما بين 1600 حتى 1200 قبل الميلاد نتيجة وجود بعض الفخار الذي يشير إلى هذه المرحلة. لكن بناء القلعة الحقيقي هو تم في أواخر العصور ما قبل الميلاد، يعني أواخر العصر الهلنستي وبداية العصر الروماني، قام بنائها أسرة شميميش غرام، هي الإمارة العربية التي قامت بحمص ما بين 96 قبل الميلاد حتى 79 ميلادية، وبانيها هو الملك شميميش غرام الأول الذي حكم ما بين 65 حتى 44 قبل الميلاد. إذن هي بنيت في أواخر العصور الميلادية ما قبل الميلاد. تعرضت هذه القلعة للتدمير وأعاد بناءها السلطان بيبرس، وتكمن أهميتها في مراقبة الطرق والمرة وفي إشرافها على مدينتي حمصة وحما. القلعة هي من أجمل القلاع بسوريا، تقع على قمة جبل منفرد الحقيقة على قاعدة بازلتية. قال عنها الملك الشيركوه الثاني بأنها ماردين الشام، لأنها تشبه قلعة ماردين في الأناضول، هي عبارة عن تشبه التاج على جبل مخروطي كأنه جبل بركاني. طبعا القلعة مدمرة بشكل شبه كامل حاليا، يعتقد بأنها عبارة عن طابقين القلعة، وفيها حوالي 9 أبراج مدمرة، لم يبقى منها إلا أجزاء من بعض الأبراج. القصر الموجود في القلعة الحالي هو بأبعاده 35 ب 35، لم الحقيقة القلعة لم تخضع لتنقيب منهجي سوى بعض الحفريات يعني مؤخرا التي لم تعطي نتائج واضحة، إلا أنه لها جدران متداعية وأبراجها كانت بارزة نوعا ما بحجارة صغيرة. فيها خندق يحيط بالقلعة، وفيها بعض فيها بئر ماء الذي كان يعتقد بأنه من هذا البئر كما يتم ملء هذا السور أو الحفرة المحيطة بالقلعة. القلعة حاليا متداعية الحقيقة، تحتاج للتنقيب، لكنها يعني تشهد على عراقة هذه المدينة بجمالها، بالخندق المحيط بها، بما تبقى من أبراجها. الحقيقة هي تحتاج للتنقيب، وأعتقد إذا حدثت لها عملية تنقيب سوف نكتشف الكثير من أسرار هذه القلعة التي كما نقول تشهد على عراقة هذه المدينة، وتشهد على أنها كانت مدينة الشمس، لأن بنيها أو بناتها الأوائل هم أسرة شميميش غرام، هي الأسرة العربية التي كانت يعني حقيقة تسيطر على المنطقة الوسطى في أواخر كما قلنا القرون ما قبل الميلاد والقرن الميلادي الأول. قلعة شميميش الرابطة كالنسر تختزن تاريخ مدينة السلامية، فهي شامخة بشموخ قلعتها التي تشهد على تاريخ وأمجاد المنطقة. للأخبارية السورية محي الدين فهد. أما هلأ نور رح نروح لفقرتنا الختامية، ومثل ما تعودنا دائما بيكون عندنا مساحة خاصة للسيدات السوريات وإعادة التصنيع مثل ما بنقول، وخصوصا بالأقمشة. وطبعا معنا سيدة من السيدات اللي هن ضمن فريق اعتدنا دائما أنه يكون موجود معنا، واعتدنا أنه يكون عندهم لمسة ومهارة يدوية متميزة. هي السيدة قدرت تدور الأقمشة وتعمل إلى لوحات ولمسة أنثوية متميزة. ضيفتنا راما زنداقي، رح نتعرف أكثر على شغلها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا هلا، يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيك. صباح المشاركة. خلينا بالبداية نحكي كيف بلشتي بهيدا الشغل، قديه صار لك عم تشتغلي؟ ولما نقول عالم الأقمشة غني جدا اليوم بالقصص والتفاصيل، بس مع إعادة التدوير الموضوع مختلف، قديش هي النقطة كمان فيها إضافة لشغلك؟ هلا انا بعيده عن دراستي، كانت بعيده جدا عن التدوير والاقمشه. انا دارسه ادب انجليزي، خرجت ادب انجليزي، درست شوي بعدين اتجهت لتصميم الازياء والخياطه. كنت لاحظ انه دائما في عنا ماشي زياده، يعني انا وقت عم بخيط لإلي مو لحدا، صح، في ماشي زياده بزيد. عندي احتفظ فيهم، قماشات ثقيله ومرتبه. وهو رب العالمين يعطيني موهبة إنه أوقات بتسوق الفن، يعني في برسوم خياطة، يعني تطريز، شغلات دول كلياتهم أخذ شهادات فيهم طبعا. بلشتي من هون؟ بلشت من هون. يعني بلشت بالتصميم الأزياء، أخذت كافة الدورات عند الأستاذ سميسم بالمعهد، بقى
اطلع هيك حتى عنده، يعني هو اعطاني اول شيء انه لا انت بيطلع معك شغلات ثانيه، يعني بيطلع معك. اتجهت للتدوير وفكرت شغله اي شيء ممكن واحد مثلا انه يجمع قطع اتاري فلسفه عميقه صحيح، يعني شغله يعني فوق الخيال، بتنسي حالك انت فايته بالقماش. مو شغله تمسكي تحطيهم جنب بعضهم، لا، العلاقات تستقر، انت عم تشتغلي تحسي حالك انت غرقتي، انت نسيتي اوقات همومك تنسيها، وترتبي القماش في إلها طريقه. الدكتوره سحر البصير اللي إلها كثير فضل انه وجهتنا، مو بس انه هي اللي علمتنا هالحرفه، هي عطت منهج قوي، قدرت انه ممكن انه اي سيده سوريه بكافه الشرائح يصير عندها جرأة انه تفوت باي مجال، يعني بهالقصة هي بالتدوير او بشيء ثاني. بس يعني عالجت هي، رممت طبطبت على السيدة السورية، يعني في كثير في ناس معانا، يعني كان عندها مشاكل جم أخرى. جمعنا نحن صحيح، بدنا نوجه لها تحيه اكيد للدكتوره سحر ولنحلات سوريا، كلياتهم موجودين بكل المحافظات السوريه، عم تكبر هالعائله، عم تكبر عم يكبر مع الشغل الحلو والمتميز. مثل ما قلتي اليوم اعاده التدوير ما عاد فقط هو شيء عم نشتغله مثل ما بيقولوا على القماش، هو كمان انتاج فكر جديد للسيده السوريه. يمكن في قصص كثير سمعناها من سيدات عانوا بالحرب، كان هذا الشغل لهم ملجا طبعا. في ناس لا، كان ايضا همومهم الخاصه او مشاكلهم الخاصه، برغم الناس بتشوفها عاديه بس هي بالنهايه هموم ومشاكل قدروا يتخطوها. خلينا نحكي عن تجربتك الخاصه مع نحلات سوريا. هلا انا من ناحيتي بلشت فيها كشغف، كهوايه، يعني انه انا بدي اتعلم شيء جديد وهالشيء بيجذبني. بلشت فيه انه خلص برتب اول شيء، بنرتب اربع قطع وبنساوي المربع الاول. اول هي الكوره تبع يعني القطعه كلياتها. بلشنا فيها، لا اتاري بدك تحطي قطع جنب بعضها وتظبطيها الخيط وزله، مو شغلة ألوان، مو شغلة تطريز، شغلة كبيرة. بعدين العلاقات لازم تكون متينة. أنت بتضبطي حالك من جوا، بتضبطي بيتك، بتضبطي أولادك، بعدين بتضبطي علاقاتك مع العالم الخارجي. كل مرحلة، كل حتى صرنا بالتخرج، كل مرحلة في إلها رونق غير شكل. صحيح. بتعلمك شغلات جديدة. صحيح. يعني إحنا هلا وقت تخرجنا كثير فرقت معنا شغلات، يعني صرنا نطلع على القطعة نفوت فيها نغوص فيها، لانه هي انتاج فكر، مو بس ترتيب قماش. فكر ومخزون. اليوم معنا قطع من شغلك، شفنا عبر الشاشه بعض القطع، خلينا نشوف قطعه ثانيه معك راما ونحكي قديش هيك قطعه بتاخذ منك وقت. وعم نشوف الوان جميله، يعني في تصميم حتى هندسي بتحسي داخل القطعه. هلا هي لوحه زخرفيه، هي النتاج الثاني بعد المخدات، بس هي وردات، هي هون العروق تبعاتها تحت، يعني لازم امسكها بالعكس؟ لا هيك بس هي مشان بس تبين. بينت هي كلياتها. هلا وقت تبلشي تحطي المربع مع المثلث، معناتها انت قويتي، انت صرتي تتحكمي شوي بقراراتك بامورك. بتضيفي هالمثلث، كثير صعب تجمعي مثلثين مع بعض، كانك انت عم تعملي علاقات. يمكن عم نحكي عن طولة بال وصبر واندماج كثير قوي مع القطعة. طبعا طبعا. هذا بتنسيه مع الالوان وهالشغلات هي، بصير عندك متعه بالشغل، بصير انت عم تشتغلي. كل قطعه يمكن له رمزيه، وكل مثلث وكل لون له، المربع له، المثلث له، كمان الفريم الداير، انت الداير لازم يكون ثابت وقوي. هذا بيعبر عنك انه انت قويه. عم نحكي علم هون مع عم نحكي مع علم. علم وفن. صحيح. نحن هي اللوحه اللي نحن هلا عم نشوفها كمان فينا نقول هي دمج نتاج اكثر من شيء مع بعض. خلينا نحكي اكثر عن تفاصيل. حبيت انا كيف عم بترجمي الفلسفه اللي هي موجوده بالشغل واللي كثير في ناس بتشتغلها بس ما بتعرف تعبر عنها. هلا هي مرأة سورية، يعني سوريا من زمان معروفه انه السيده. قلت ليش ما جسدها بلوحه؟ هي العالم السوري عملتيه مثل سلسال، مزبوط.
السيدة السورية معروفة إنه أنيقة ومرتبة صحيح وبتحب تحب كل شيء حلو جميلة ذا قالب قلبا وقالبا. حاولت إنه رجع لها هالبسمة تبعها أو اهتمامها بنفسها لأنه هي بتمر عليها مراحل أوقات يمكن ضغط النفسي يمكن التعب أوقات يمكن يمر شغلات هيك عليها. عم ذكرها أنه أنت حلوة هالورد هذا اللي على الصدر على هالوردة اللي هون هي القطعة اللي شاركتي فيها بالمعرض الأخير سوريا. خلينا نحكي عن هذا المعرض مشاركتك فيه والتفاعل اليوم مع الناس يعني التفاعل المباشر تشوفي رد فعل الناس على شغلك بعيدا مثلا عن الورشات التدريبية الناس هي بتشوف شغلك على أرض الواقع كيف بتكون ردة فعلك وردة فعل الناس عليك؟ هلا اللوحة شو بدي احكي لك؟ أول شيء في انتهاد مصير تخرج هذا أنت بدك تاخذي شهادة صحيح بقى أنت بدك تعملي شغلة حلوة تجذب الناس وأنت تكوني رضيانة عنها. بلشت فيها حاولت أعبر عن كل شيء بسوريا ياسمينات تبع دمشق هي أنا عشق الياسمين يعني والحمامة اللي هون سلام يعني على كتفها للسيدة ما عدا السيدة هي بتعطي الأمان للي حواليها صحيح ونظرة عينها أنا صراحة نظرة عينها كتير مريحة يعني أنا بالنسبة إلي حبيتها ونسميتها وتعايشت معها. كيف رد فعل كان بالمعرض عليها؟ هلأ هو كرسم تجريدي يعني إذا بتجيها على الرسم تجريدي أنا طبقت شيء جديد طبقت صحيح. فن جديد على يعني حاولت انه اخرج عن التقليدي وفوت بشغلات جديده اكيد وما حبيت كثير يعني اتبحر انه في ناس بيفهموها في ناس ما ممكن ما تفهمها القطعه انت بتشتغليها بجوز هلا تشوفيها بعد شوي تطلعي فيها تغوصي فيها يعني كل واحد حسب تفكيره يعني انت بتشوفيها شكل كل واحد حسب اليوم تجارة. كمان ست راما خلينا نحكي عن الجانب الاقتصادي الاجتماعي لا هي الحرفة اللي هو مهم جدا اليوم كل سيدة قدرت تعمل بيئة أخرى ضمن منزلها مو بس ضمن المعارض اللي عم تتشارك وضمن شخصيتها كمان ضمن المنزل كنا عم نسألك تحت الهواء قبل ما ندردش كم صبية وشاب عندك قلتي لنا عندي أربعة عندي بنتين وشابين بنتين وشابين الله يخليلك ياهم اثنين من الصبايا عم يشتغلوا لحالهم شغل يدوي من دون ما حتى يكون لهم علاقة فيكي لكن بيكفي النظر أحيانا المحيط تغذية بصرية تماما بيصير بيشوفوا كنا عم نقول لزوج حضرتك معنا بالاستوديو بدنا نوجه له تحية نقول له أهلا وسهلا فيه اللي بيدعمك دائما الأسرة داعم للسيدة انه انت اكيد مروق بالبيت مبسوط بتفوت كل شيء ما في صرف كثير ما في صرف كثير هدول شغلات لانه مكلفه صارت اليوم اذا حدا بده يجيب شيء من للبيت للطاوله صارت اسعار خياليه فانت بتفوت بتلاقي كل شيء حلو ومرتب ومن دون ما تحط مثل ما بيقولوا ولا ليره خلينا نحكي عن بيئه المنزل هلا انا تعودت انه ادور يعني انه في شغلات هاي ممكن استفيد منها لهالشغله يعني انا عندي حب التدوير من قبل وبحب يكون شيء بسيط ورايق يعني ما بحب هالعجقه كلياتها بس وقت صرت هون صرت انه هي الزاويه هيك بدها هي الزاويه هيك بدها. بيشاركوكي بالافكار طبعا حتى وقت اشتغل اي شغله انا باخذ راي زوجي يعني هو بيكون سهراني مثلا شو رايك بهي الالوان مع هي يعني هو عنده نظره فنيه رائعه جدا وحتى اولادي مو هي احلى اذا كانت هي انا بناتي ما شاء الله يعني هن بيشتغلوا لحالهم على فكره ساعتها عم يدرسوا لحالهم بيطلعوا ما بلاقي غير مثلا هذيك مره بنتي مساويه كارديجان بالصوف انا في عندي يعني موجود معلش اخذ هي ساوي هيك ساوي عملته من وين ماما من النت في تنافس يعني استفادوا لا كل واحد اتجاهه شكل صحيح يعني هي كروشيه بنتي الكبيره هندسه معلومات اللي عم تدرس سنه ثالثه بقى ما لها علاقه بالفن بهالشغلات مره لقيتها مطرزه لوحه لحالها كمان يعني بلشت فيها وصارت تسهر عليها يعني تترك دراسه شوي تتلهى فيها ترجع اكيد بيئه المنزل بتاثر اكيد الله يخلي لك يا هون كنا سعيدين بوجودك معنا ونتمنى لك التوفيق وان شاء الله تبقي بهيدا النفس وهيدا الشغف اللي لمسناه من خلال حكيك ولمعه عيونك لما عم تحكي عن محبتك لهيدا الشغل شكرا كثير لك بتشكركم بتشكر الاخباريه السوريه والدكتوره سحر البصير
شكرا لك ونورتي صباحنا. دائما نحن سعيدين يكون معنا تجارب مختلفة ومتنوعة من سوريا للسيدات السوريات ضمن هاي الظروف الصعبة. شكرا لك. شكرا. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة برحلة صباحية جديدة بنسلط فيها الضوء على أهم رحلاتنا الصباحية. أمنياتنا مثل ما بلشنا رحلتنا بالبداية بالختام، إن شاء الله نهار يحملكم الخير وراحة البال والرزق الكتير والرضا والانفراج لكل الناس. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك عن جديد نور، وبدنا نقول لكل يلي عم بيتابعنا بكرة يوم العطلة يمكن شوي الطقس يكون صعب، فينا نعمل نشاطات ضمن البيت. وختمنا اليوم بشيء كتير حلو ومميز اللي هو الروح اللي موجودة عند السيدات السورية. دائما الأم بالبيت هي اللي بتلم، إن شاء الله لكل الأمهات. بكرة كمان يوم جمعة جيد، وتضلوا بألف خير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. لا تنسوا تبعتوا لنا أي فكرة بتحب تكون ضمن صباحاتنا. تضلوا بألف خير. باي باي. باي باي.